بنكمل احنا وياكم مشاهدينا ببرنامج ام الكنيسه. اكيد ضيفتنا سيدي ندى سالم ابي سمره، المديره بالمؤسسه اللبنانيه المسيحيه بالعالم، جاي تخبرنا عن مشروع الجذور والمشروع كيف نحن اليوم بدنا نرجع نعمل الانتماء للبنان من ونحن يلي سافرنا وهجرنا وتركنا أرضنا، تركنا جذورنا. كيف اليوم نحن بدنا نرجع نعمل هالأفزة النوعية بحياتنا اللي نرجع ننطلق صوب الأساس وجذور لبنانيتنا وأصلتنا. أهلا وسهلا فيك مدام ندى، أنت يلي جاي من أمريكا. أمريكا، نعم. أهلا فيك أبونا. مين أنتو؟ أنا مثل ما تعرفت عليك قبل ما كنا تحت الهواء، انت قلت لي انا مؤسسة اللبنانية المسيحية بالعالم، مين يعني؟ المؤسسة اللبنانية المسيحية بالعالم هي انشئت بنوفمبر بتشرين الثاني 2013. أنشأت المؤسسة المارونية للانتشار هون، نعم. عملتها بأمريكا. نعم، مؤسسة المارونية للانتشار اللي كانت برئاسة الوزير السابق ميشيل قدام. نعم. والنائب الرئيس تبعها هو الأستاذ نعمت فرين. نعمت فرين. نعم. تأسست بلبنان، نعم. انطلقت منها مؤسسة اللبنانية المسيحية بالعالم ولا؟ نعم. لا، هي المؤسسة اللبنانية المسيحية في العالم طلقت بأمريكا. طلقت بأمريكا. أمريكا بتشتغل بأمريكا. نعم، بس نعم. أوكي. نعم. فاذا بال 2013 بتشرين الثاني، شو مشروعكم؟ يعني شو يعني لما بتقولي نحن هالمؤسسه، مين شو مشروع هالمؤسسه؟ نعم، هي هذه المؤسسة أهم هدف عندها هو تسجيل اللبنانية. أما الأمريكان من أصل لبناني، الأمريكان بأمريكا من أصل لبناني بلبنان، هيدا أهم هدف. يعني كل شيء بنعمله تاني بصب ضمن هيدا الهدف. وأكيد عنا يعني عندكم مثل كأنه هم حتى نقول إنه هاللبناني يلي منتشر بالعالم يرجع يتعرف على جذوره ويرجع يتسجل ضمن، لأنه اليوم لأنه اللبناني صار ملح الأرض مثل ما بيقولوا وين ما كان موجود. بدنا نجرب قد ما فينا اللبناني من الأمريكان من أصل لبناني، الكندي من أصل لبناني، وين ما كان موجودين عم تجربوا أنتوا يرجعوا يتسجلوا ويرجعوا ضمن إطار إنه أنت لبناني الأصل، ما تنسى أصالتك، ما تنسى لبنانيتك. هي الأساس. هذا no. لأنه أبونا يعني أنا قاعدة بأمريكا هلأ، no. وفي ناس كتير لهم 20 سنة و30 سنة و40 سنة و50 سنة بأمريكا، وبضلوا في ناس بسألهم شو أصلكم؟ بدهم يقولوا أنا أصلي لبناني. أنا أصلي لبناني، ما حدا لازم ينكر أصله. يعني في ناس بتقول إنه أنا ما بقى يهمني، أنا أهل أمريكاني ومثلا جنراسيون الثالث مثلا أو الرابع. أكيد فيهم فيهم، بس بعدين إلا ما يجي شيء أبونا ويكتشفوا فيه إنه أنا هيك بتصرف لأنه هيك أصلي، لأنه أنا أصلي لبناني، لأنه بنتمي للحضارة اللبنانية. نحن يعني انشأنا أم أبينا، نحن حضارتنا سبيسيال، يعني أنه منا. كيف اليوم أنتو شو مشروع اللي بتخلوا هالشخص يلي ترك من 20 سنة أو أكتر تقولون أنه رجع للبنان؟ شو بتعطوه؟ شو اليوم انتم بتعرفي انه نعم. بلبنان في مشاكل، في حروب، في مشاكل، بس شو الاكثر شيء بتخليه يحس بالحنين، نوستالجي انه لبنان هيدا وطنك رغم كل هالظروف انت عم بمرق فيها لبنان، بس ما فيك تنكر. شو بتعطوه؟ يعني بتقدمي له شيء؟ يعني اليوم لما بيعمل ريسيرش اذا ما بقول لك انه انا من 30 سنه مش جاي على لبنان او وبي كان بلبنان، شو بتقدمي له شيء حلو تجذبيه ترجع حتى يرجع يجي على لبنان؟ يعني ابونا هو بصراحه this is the $1 million question. بيقولوا يعني okay, what's in it for me؟ هذا الأمريكان no. اللي بفكر فيه أول شيء. what's in it for me؟ يعني على شو بحصل أنا إذا انسجلت بلبنان؟ مظبوط. هو هذا السؤال منه هين. نحن عملنا كوميتي، عندنا كوميتي، عملنا strategic committee تحت نفكر في هذا السؤال، منه هين. بس أهم جواب لهذا السؤال هو إنه It's about you. هو عنك أنت، عن أصلك أنت، تكتشف شو الأيدنتيتي تبعيتك، شو هي شخصيتك من خلال الحضارة اللبنانية، من خلال تعرفك على هالبلد. بعدين نحن أبونا بهمنا كتير أنه نحافظ على لبنان مثل ما هو، لبنان اللي عنده التعددية،
لبنان يلي عنده confessional conviviality، التعايش مثل ما قال القديس يوحنا بولس الثاني، التعايش بين الطوائف. نعم. هيدي كتير مهمة، ركز لبنان المثل المساج. نعم. رسالة للغير. كمان البابا بنديكتو السادس عشر لما أرجع على لبنان كتير ركز على هالنقطة بالذات، وقال انه انتم مثال للتعايش، ودعا انه يكونوا بلقاء الشبيبة وقتها، انه نكون احنا يكون في مد ايدنا للاخر، وهيدي وهالشيء ما بتلاقيه ممكن موجود يمكن بغير بلدان. وهالقد انه اليوم يعني انا ككاهن بلاقي عندي اصحاب اسلام ودروز ويعني وفي في في هاللقاء، وكمان في وشيوخ، وفي ايضا اسلام ومسيحيه بيعيشوا صداقات. يعني هي شغله مميزه بلبنان. يعني شو النشاطات بتقوموا فيها حتى ترغبوا اللبنانيه يقدروا يقولوا انا يس اي وونت؟ لانه هلا رح نشوف. يس اي وونت رح نشوفها اكيد. ثانك يو ابونا. نحن بس بدي اقول لك انا اذا انطلقت هذه المؤسسه بتشرين الثاني 2013. نعم. نحن كنا قبل عم نشتغل ضمن بروجكت روتس. نعم. كمان برعايه المؤسسه المارونيه للانتشار. نعم. كله هي المؤسسه المارونيه للانتشار هي عن جد المؤسسه الام لانه. نعم. لانه يلي بترعانا كلنا يلي. نعم. عم بتمول كل هالمشاريع بالعالم كله. نعم. مش بس بامريكا. نعم. مشروع الجذور. مشروع الجذور. نعم. يلي كمان بلشوا المطرانين، المطران منصور غريغوري منصور والمطران شاهين كمان. نعم. نحن كنا اشتغلنا ضمن هذا المشروع. كان له دور مونسينيور عبد الله زيدان كمان. مونسينيور عبد بشب زيدان المطران زيدان هو كان المدير تبع مشروع. نعم. مشروع الجذور. نعم. انا سلموني من بعد ما هو صار مطران. كان كاهن. نعم. هلا صار هو كان هلا هو مطران على هو المطران مسؤول عن الويست كوست. نعم. عن كل الضفة ما بدي أقول الضفة الغربية. نعم. الساحل الغربي. الساحل الغربي طبعا. نعم. أمريكا. فإذا أنتوا بلشتوا، شو نشاطات اليوم بتقوموا فيها حتى تكون عم تعملوا هالمشروع اللي هو ترجعوا هاللبناني ليتسجل ويرجع على أرضه ويرجع يحس بالانتماء لوطنه. نعم. في عندكم قلتي لي ثلاث مشاريع. أول شيء هو ثلاث مشاريع. نعم. مزبوط. نعم. أول شيء المشروع هذا تسجيل كل الأمريكان من أصل لبناني بلبنان، هذا بيصب ضمن بروجكت روتس كمان. نعم. فينا نحكي كيف بصير التسجيل؟ يعني لما نقول بصير التسجيل. نعم. في مناطق معينه بتصير في آلية. نعم. نعم. خليني بس هيك اقول لك نحن شو عملنا نقدر نسجل، لانه هيدا كان من اهم الانجازات اللي عملناها. نعم. حتى ما نشتغل لحالنا. نعم. لان اذا بنشتغل لحالنا نحن كمؤسسه ما بنوصل لنتيجه، واللبنانيه نحن معروفين انه اجمالا بنحب نشتغل لحالنا، بس من الافضل انه نتعاون كلنا. عنا كتير لبنانية بأمريكا، عنا كتير مؤسسات ونوادي لبنانية لازم كلياتنا نتعاون. مشان هيك عملنا أربع لجان دعم. اللجنة الأولى هي لجنة عامة مؤلفة من أشخاص بارزين من عدة مذاهب من عدة ولايات بأمريكا. اللجنة الثانية هي لجنة دينية مؤلفة من خوارنة كهنة. نعم. كهنة بيمثلوا كل المطارين. أصحيح. من عدة مذاهب. نعم. اللجنة الثالثة هي لجنة حزبية. نعم. مؤلفة من رؤساء الأحزاب بأمريكا. نعم. الأحزاب اللبنانية أكيد. نعم. بأمريكا أما ممثلين عنهم. واللجنة الرابعة هي لجنة تسويق وإعلام. أكيد نحن عم نتوجه هلأ للإعلام اللبناني اللي بيبس بأمريكا، يلي كمان عبر الإنترنت حتى الجمهور الأمريكي عم يقدر واحد بحط على الفيسبوك أو بحط على بتلاقي إنه انتشرت بكل العالم. يعني صارت الكرة الأرضية هي قرية مثل ما بيقولوا ومفتوحة على بعض من خلال اليوتيوب، من خلال الانترنت، من خلال كل هالاشياء. نعم. نقدر يكون عم يوصل للمشروع اللي انتم حابين انه يوصل. فاذا عملنا هودي الاربع لجان. اربع لجان. نعم. لحتى يقدروا يتسجلوا. كيف بتم التنسيق؟ يعني نحن بهودي اللجان نحن بنجتمع بنعمل اجتماعات. نعم. عبر التليفون اوقات واوقات مثلا عندنا اجتماع هلا بسبتمبر بايلول عندنا اجتماع بواشنطن دي سي. بنعمل اجتماعات للكل اللي ما في حضر عبر التليفون ومننسق كل هالأمور. شو عملنا حتى نشتغل نحن وهاللجان؟ أوكي هاللجان كتير مستعدة إنه تساعدنا. نعم.
بس نحن بدنا نعمل شيء حتى يساعدونا. نحن لقينا انه اذا بنعمل حملات مكثفة بعدة ولايات بذات الوقت بالتعاون مع السفارة اللبنانية والسفير أنطوان الشديد، بحب حيي لأنه كتير عم بيساعدنا، كتير عم بيساعدنا، والأناصل عنا 4 أناصل الله يخليهم بجننوا كمان كتير عم بيساعدونا، بالتعاون معهم، بالتعاون مع أكيد اللجنة الدينية واللجنة الحزبية واللجنة العامة وحتى كل النوادي وكل المنظمات اللبنانية بأمريكا، نقدر نوصل لنتيجة. فإذا عملنا بجون بحزيران 2014 حملة سميناها هوريكين كامبين، يعني هوريكين يعني حتى نقول انه نحن عم نجي على هيدي المنطقه، عم نشغل كل العالم معنا، كل العالم عم بتساعدنا، عم تتعاون معنا، نحط ايدينا بايدين بعضنا وعم نحقق نجاح، عم نخلي العالم تتسجل بلبنان، عم نجرهم، لانه نحن بنعمل كل شيء، بنعمله كل شيء، نحن كل شيء بنقدمه على طبق من ذهب ما بيتكلف. اذا بدي اخذ كل لجنه مثلا، اللجنه العامه شو كيف بتشتغل اللجنه العامه؟ اللجنه العامه في 4 لجان، في اللجنه العامه، اللجنة الدينية، أنا عرفت من خلال اللجنة الدينية مثلا إذا حدا عم بيتعمد في مثل ورقة في هالفلاير هيدي بتكون موجودة مع الكاهن، بيطلب من أهله للمعمد عم بيتعمد إنه فيكن تعبوا هيدي وبيخدها، أخدها الكاهن بيعطيكم إياها لإلكم. فإذا هالورقة يس أي وونت، لا هيدا لللبنانيه سيتيزنشيب كمان فيهم يعطوها، بس هي هيدا البروجكت روتس، هيدا الريجستريشن فورم حتى يتسجلوا، هيدا للتسجيل الولاده وتسجيل الزواج. اوكي هيدا هي اذا موجوده، هلا موجوده على الانترنت، هلا نعطي كل التواصل الاجتماعي يقدروا يتواصلوا معنا. فاذا هيدي مثلا الكهنه فيهم ياخذوا هالورقه موجوده بالكنايس، يقدروا يعطوا للاهل من اصل لبناني ويتسجلوا، هذا بيكون عظيم اذا بيعملوها هيدي، يعني نحن بنتمنى عليهم كل الكهنه من جميع المذاهب اذا فيهم بيكونوا هيك. وحتى يمكن اذا مش كهنه، اذا كان من غير الطوائف بيقدروا كمان، اذا شيوخه او شيء كمان بيقدروا. نعم نحن عندنا اياها للكل موجوده. فاذا اللجنه الدينيه تقريبا عرفنا انه الكهنه دورهم، بس اكيد برعايه المطران او الاسقف، يعني هو بيكون عم بيأكتر يعمل نوع من هيك التشجيع للكهنه يكونوا عم بيشتغلوا بهال بس ابونا هن الكهنه كمان دورهم بعد كمان اكبر. خبرينا يعني نحن متكل عليهم، مثلا حسب عملنا الكامبين الحمله عملناها بجون بثلاث ولايات، تناخد ولايه هيوستن موجوده البروجكت نعم ابلكيشن فور الابلكيشن نعم، هيدي اسمه اسم البي ومن وين هيدي يعني بتعطينا كل المعلومات عنهم ونحن بتساعدنا حتى نعرف هيدي حتى نشجع العالم يعملوا داونلود للاب تبعيتنا على التليفونات تبعولهم. هيدي الاب فيهم they can sign the Lebanese citizenship petition يلي هي هلا رح نحكي عنها بعد شوي، وفيهم كمان يمضوها حتى يبلشوا عمليه التسجيل. طب هلا اذا مش بامريكا، في بكندا او باستراليا هلا شافوا هيدا الاعلان فينو يتوجهوا لكم فيها ولا لا؟ بس بامريكا هلا اذا توجهوا لنا فيها انا ببعتها للمكتب تبعنا بكندا، ببعتها للمكتب تبعنا باستراليا. اوكي فيها قد في نوع من التواصل، في تعاون اكيد التعاون. اكيد كلنا سوا بنشتغل مع بعضنا. اكيد حبيت انه يكون فيها قد، مش انه انا لاني بامريكا انا عم بشتغل بس بامريكا، رح تكون المشروع مش بس مشروع محلي بقاره معينه او بمنطقه معينه. فاذا مشروع الكهنه قلت لي له دور اكبر، له دور اكبر. هو مثلا نحن بنشتغل اكثر شيء بالكنايس بامريكا، بتعرف الكنايس المارونيه والارثوذكس والملكايت والسريين الارثوذكس والارمن، نشتغل بالكنايس. هن وقت نعمل حمله نعملها حسب نقينا ولايه هيوستن تكساس مثلا، بننقي في كنيسه مورن، في كنيسه ارثوذكس، كنيسه ملكايت، هيك هون الكهنه هون دورهم. مثلا اذا بدنا نعمل حمله عند كاهن بكنيسه ما، الكاهن بيساعدنا كثير، هن عم بيساعدونا، هن بحطوا لنا الفلاير تبعيتنا، هيدي اللي فرجيها هلا من شوي، بروجكت هيدي الفلاير تبعيتنا بحطوا لنا اياها عندهم
بتبعتون بالكنيسة، بيبعتوها بالميلينج ليست تبعهم، بحطوها على الويب سايت وبشجعوا العالم انه يجوا على الكنيسة بهذا الوقت. هن ببلشوا ينادوا كيف بينادوا وقت بدهم يتجوزوا، بينادوا هيك قبل بجمعتين ثلاثة شهر وبقولوا للعالم شجعون تعوا وجيبوا كل الدوكيومنتس تبعولكم، كل المستندات تبعيتكم، حتى لانه جاي اشخاص بتمثل سي ال اف دبليو الكريشن لبنانيز فاونديشن ان ذا وورلد وبروجكت روت بياخذوا لكم اساميكم والدوكيومنتس تبعولكم، خلص بتكونوا تسجلوا. هلا اكيد انه لما بتسجلوا ما فيش يعني تيكت، يعني ما بيدفع شيء، بس انه بتسجلوا خلص أبداً. بس انه احنا عم نجرب كمكتب انه نقدر نجمع قد ما فينا هاللبنانيين المنتشرين بالعالم اللي مش متسجلين بلبنان، ممكن ما عندهم ما في شيء بيحسوا انه بالانتماء. احنا عم نجرب نرجع نعمل لهم هالانتماء، نرجع العوده للجزر. ثاني نقطه هي اللي كانوا قبل 1932 1932 من قبل، في اليوم قانون استعادة الجنسية ويلي ما تم توقيعه من مجلس النيابة، يا ريت تخبرينا أكثر عنه. هودي الناس يلي سافروا تقريبا من أكثر من 50 سنة 60 سنة، كيف عم تشتغلوا معهم؟ هيدا قانون استعادة الجنسية بسهل لكل اللبنانية اللي قاعدين برا يلي هاجروا قبل 1932 بسهلهم أمر استعادة جنسيتهم، لانه يلي هجر من زمان في عنده وثائق ناقصه. عم نشوف نحن العنوان الموبايل، موبايل اب سي ال اف دبليو، اذا دي داونلودت على التليفون تبعهم. ورقم التليفون هيدا اللي بامريكا، والانفو ات سي ال اف دبليو دوت اورج هيدا الايميل تبعنا، اذا حدا بحب يبعث لنا ايميل بيوصلنا اوام. والويب سايت تبعنا سي ال اف دبليو دوت اورج يلي من خلاله فيهم يفوتوا كمان ويعبوا الفورم هونيك، واوام تجينا هيدا الفورم تو لونش ذا ريجستريشن بروسس، من قلنا حتى يطلقوا عمليه استعاده الجنسيه تبعيتهم. ونحن بنسهل لهم كل شيء. بعدين عندنا كوردينيتورز، عندنا منسقين لنا وممثلين لنا بكل انحاء امريكا. وقت توصلنا هالفورم اللي عبوها نحن بنبعتها للمنسق بمنطقتهم، وهو اما هي بتلفنوا لهم وبيساعدوهم حتى يكملوا هال. فاذا كنا عم نحكي عن قانون اللي قبل 1932. نحن عندنا حلم انه يتم توقيع لنحتى نقدر نحصل على هويات او تذكره يرجع لبنان الامريكان الامريكان لبنان الاصلي، يرجع يكون له حق انه يكون معه جنسيه لبنانيه. وهيدي الشغله عم تشتغلوا عليها، وان شاء الله انه بيتم توقيعها. تحب تحكي شيء عن هالنقطه؟ نعم، يعني نحن بنقول لهم للعالم انه اذا انتم بهمكم تستعيدوا جنسيتكم اللبنانيه. يس اي وونت ماي لبنانيز سيتيزنشيب. هيدي الحمله بالفعل اطلقها الاستاذ نعمت فريم بتشرين الثاني 2013 بامريكا. يس اي وونت ماي لبنانيز سيتيزنشيب. اذا انتم بدكم تستعيدوا جنسيتكم اللبنانيه، اذا انتم بتشجعوا انه كل شخص بحق له بهالجنسيه اللبنانيه انه يحصل عليها، لانه في كثير ناس بتحق لهم ما عم يقدروا يحصلوا عليها. بليز روحوا على الاب تبعيتنا، مدوا هيدي البيتيشن هيدي العريضه، اما فوتوا على الويب سايت تبعيتنا من هونيك كمان فيكم توقعوا هيدي العريضه. نتوجه لكل العالم من جميع الطوائف من جميع البلدان انه يفوتوا، وفيهم يفوتوا على ويب سايت اسمه lebanesecitizenship.com. لبنانيين يعني نحن نطلب حتى من أهلهم بلبنان وقرايبهم يشجعوا إنه هال اللبنانية اللي تركوا لبنان من فترة 20 سنة و30 و40 سنة إنه يرجعوا يتسجلوا ويرجعوا يعني يوقفوا بينهم وبين ذاتهم إنه أنا أصلي لبناني، وليش بدي أنسى أصلي وما نكر أصله مثل ما بيقولوا لأصل الله، وما فيكون أنا بدون أصل. قد ما الغربة بتخدني بدي أرجع أقول إنه أنا لبناني وأصل لبناني. من هيك اليوم أنا بشجع من هون أرض ديسين، أرض السبات، أرض القداسة، قد ما صار في على لبنان من ظروف ومن أشياء مرقت عليه، بس ما فينا نقول إنه لبنان ما نذكر، يعني ما في بلد نذكر قده 66 مرة بالكتاب المقدس، لأنه هو مبخرة الله. لبنان هو مبخرة الله، وكانوا يعني يتغنوا فيه الأدباء والشعراء والأنبياء والرسل.
ما فينا يكون نحن عم نتغاضى عن انه انا اكون لبناني واصل لبناني. هيك انا دعوه انتم يلي قاعدين بلبنان، اولادكم يلي راحوا، اهلكم، قرايبكم، يوم من تيفي تشاريتي انا عم بقول لكم تشجعوا ورجعوا شجعوا القرايب يلي مسافرين يرجعوا يتسجلوا حتى يكونوا عم يمضوا. يس اي ام لبنانيز وانا اصلي لبناني وبدي يكون الاوريجين تبعولي، ارجع للاوريجين تبعولي وارجع احصل على بطاقه واقول انا لبناني على راس السطح. ثالث مشروع هي رحلات التسقيفيه، تخبرينا عنه. نعم. رحلات تسقيفيه على لبنان، يعني كل هالنشاطات انتم عندكم هالثلاث، ما اول شيء التسجيل، فاذا ترجعوا تجربوا تحصلوا على قانون استعاده الجنسيه. نعم. وثالث شيء هو رحلات التسقيفيه. كيف بتصير رحله تسقيفيه؟ نعم. ابونا هيدي بلشناها السنه الماضيه، سنة الماضية جبنا 30 تلميذ على لبنان، السنة جبنا 60 تلميذ. أحكيك عن السنة، السنة قدم حوالي 500 تلميذ من كل أنحاء العالم. على marinateacademy.com هو الويب سايت تبعها، إذا لسنة الجاي لأنه بعد شوي بدنا نبلش نقبل طلبات لسنة الجاي، على marinateacademy.com قدم حوالي 500 تلميذ. عملنا لهم دورات على الإنترنت خلال 4-5 أشهر عن تاريخ لبنان، عن تاريخ المسيحية، عن مشاكل لبنان، عن الحضارة اللبنانية عن الحضارة والثقافة اللبنانية. الناس يلي أخذوا أحسن علامات واشتغلوا معنا عن جد اشتغلوا مزبوط. في مثلا أنا عندي جروب من أمريكا، عملت لهم جروب على الفيسبوك closed group لهم، بس لو بتشوف الانتر اكشن تبعيتهم شو حلوه، كيف هيك يتواصلوا مع بعضهم. فاذا علمناهم، الناس اللي اخذوا احسن علامات والناس يلي ساعدونا، ساعدوا كل المكاتب تبع المؤسسه المارونيه بالانتشار بكل انحاء العالم، الناس اللي ساعدوا المكاتب انه يجيبوا عالم يسجلون بلبنان، يسجلوا عيال بلبنان، هودا هن يلي نقيناهم وطلع 60 منهم جبناهم على لبنان، تركوا نهار الأحد، قعدوا جمعتين. كانوا جمعتين من الحلم، بسطوا كتير، كان عندهم نوستالجي انه هيدا بلدنا هالقد حلو هالقد، كتير انبسطوا كتير. هودا بده يكونوا صفرة لإلنا كلنا للبنان. 60 شاب وصبية لبنانية. لبنانيين الأصل اجوا قعدوا جمعتين بلبنان، أكيد تركوا هيك شيء بقلبهم مكان، لأنه لبنان ثلاث أرباعهم راحوا عم يبكوا زعلانين وشو انبسطوا هون. والمؤسسة حضنتهم، يعني هن ما تكلفوا أبدا، المؤسسة عملت لهم محاضرات عن لبنان وجابت ناس يعني كتير هيك لهم أهميتهم. نعم. بوظائفهم. أنا مرة التقيت بجروب كنت بمحل سياحي عم بيطلعوا بشو، قلت لهم اكيد سالتهم قالوا لي نحن من اصل لبناني، يمكن ما يكون ما بعرف كانوا هن هالجماعه. ايمتى؟ مشي جمعتين تقريبا. اي يمكن، ممكن يكونوا هن هيك، يمكن هن انه عم كانوا بقلعه وهيك عم بتصور بالقلعه. مزبوط، بقلعه بيبلوس. نعم اي كانوا بقلعه. اي مزبوط. نعم. بقى كانوا هيك مبسوطين انه في هالحضاره وهيك، لانه بتعرفي انه امريكا منا قارة قديمة كتير، نحن عنا هالأثارات العمرة الألوف من السنين وهيك، بيشوفوا شيء كتير يمكن مش شايفينه رغم الحضارة الأمريكانية، ورغم هيك ما بيشوفوا هال مثل مغارة جعيطة ليه عنا بلبنان، الطبيعة أصلا بلبنان، هال بتلاقي الساحل والجبل اللي دقيقتين بتكون بالجبل بتصير على البحر، يعني هيدي نعمة مميزة يمكن نحن تعودنا عليها، بس اللي بيجي من برا بيلمس جمال لبنان وطبيعة لبنان. فاذا رحلات دفعوا شيء ولا كان؟ ابدا ولا فرنك، كله كان كله مغطى، كله كفر. ومين السبونسر بيكون؟ المؤسسه المارونيه للانتشار. بكل اعضاء بدنا نحييهم، يعني انه المؤسسه المارونيه للانتشار. نعم. اللي كمان عم تدعم. نعم. المؤسسه اللبنانيه المسيحيه بالعالم يلي دائما انه عم تدعمها ماديا ومعنويا كمان. يعني انا بعرف كل الدعم. وهي باداره الست هيان بستاني، هي اللي ماسك القصه كلها بكل العالم. اكيد مثل ما حكينا الرئيس تبع المؤسسه، رئيس المؤسسه هو الوزير السابق ميشيل قدي، ونائب الرئيس هو الاستاذ نعمت فريم، وامين الصندوق التريجرر هو الاستاذ شار الحاج، وفي عنا اعضاء يعني اسم الله، الله يقدم لهم الخير، بيعطوا بدون ما يسال. نحن حكينا تقريبا اون جنرال عن مشروعكم، يا ريت هيك اللي انتم عاملين مثل ريبورتاج صغير. نعم. دوقته حوالي 7 دقائق يا ريت. نعم. نشوفه من عندك البرتو حتى نكون
عم نشوف هالريبورتاج اللي هو ملخص لكل مشروعكم يلي هو بروجكت روتس. بروجكت روتس وكريشن لبنيز فاونديشن ان ذا وورلد، يعني مين نحن وشو اهدافنا وشو هي النشاطات اللي عملناها. يلا بنشوفه ونكفي نحن وياكم هيك قبل ما نختم ببرنامج ام الكنيسه. ميرسي يا بونا. من اول صرخه اماني سمع صداها بلبنان، تتسجل ابنك لبناني ارض جدوده ارض الانسان، كل حقوقه ضل منصاني جنسيه ملكيه والعمل كمان بالاقامه والعلم حقوقه تبقى محفوظه بامان. ما تأجل سجل لبناني بأرض بلاده خلق له إيمان، هيدا بلدنا وما إله تاني بجذوره حصنه مكان. خليك لبناني ما تأجل سجل. من أول صرخة أماني سمع صداها بلبنان، تتسجل ابنك لبنان والميديا. هنا أصلاً لجان كل واحد بيعرف الدور اللي هو نعم، هون النوادي والمنظمات اللي بيساعدونا هون ببلشوا مشاريعنا. نحن نتعاون مع الكل، هيدا يعني نحن بهمنا كثير انه كلنا نكون سوا، كل حدا عنده طاقه بتحس انه بيقدر يكون عم بيشتغل بهالمشروع بتمدوا له ايدكم لتكونوا كلكم سوا عم تشتغلوا لهدف واحد. هيدا الفيديو هيدا بحطوه على التلفزيونات برا كمان. سمع صداها بلبنان، تتسجل ابنك لبناني ارض جدوده ارض الانسان، كل حقوقه ضل منصاني جنسيه ملكيه والعمل كمان وبالاقامه والعلم حقوقه تبقى محفوظه بامان. ما تاجل سجل لبناني بارض بلاده خلق له ايمان، هيدا بلدنا وما اله تاني بجذوره حصنه مكان. خليك لبناني ما تاجل سجل. هون التليفونات ما كتبنا بكل انحاء العالم، هون بنقول لهم انه اذا انتم مش مسجلين نحن كثير بنكون مبسوطين اذا قدرنا نسجلكم نساعدكم بهالعملية التسجيل، وهيدي الاب تبعيتنا كمان CLFW جس CLFW على الموبايل على التليفون اما على الايباد. لبنان بحاجة لنا. نعم. ليه تحت نتسجل؟ تحت نفهم جذور هويتنا، هيدا كتير مهمة، وتحت نحافظ على فخرنا بجذورنا اللبنانية. أكيد بصفوا يفوتوا بلا فيزا، بصفوا فيهم يملكوا بلبنان، ياخدوا الانهارتنس تبعيتهم، يعني في كتير اشياء كتير عن حقوقهم. اكيد لانه اصل لبناني لما بيكون متخلف عن حقه، اوكي بتحب يكون عندك جنسيه غير لبنانيه انعطيك، بس كمان نحافظ على جذورك وعلى اصلك وعلى يعني يروحوا على الويب سايت، هذا الويب سايت تبعنا كله من الويب سايت تبعنا بيمشي، ومن الاب حتى يعني فيهم يبلشوا عمليه التسجيل من الويب سايت اما من الاب تبعيتنا. يعني ما بقى في ما بقى في بطلوا شو اسمه يجبرون للولاد انه يفوتوا على الجيش التجنيد الاجباري. ما في بقى الغيوم من زمان هيدا، يعني اذا حدا بيخاف ما في لزوم انه يخاف. هود الكامبينز اللي عملناهم بثلاث ولايات بامريكا وتعلمنا منهم كثير، وهلا عندنا باربع ولايات كامبين باكتوبر بتشرين الاول. I am not perfect but I am close. I am Lebanese. هيدي حتى نشجع كل العالم انه يوقعوا العريضه
اللي بتقول يس اي وانت ماي لبنيز سيتيزنشيب، نعم بدي جنسيتي اللبنانيه. lebanesecitizenship.com على هيدا الويب سايت فيهم يمضوا العريضه، وكمان من الاب كمان جديد بتجي الاب تبعيتنا CLFW. يعني كل المعلومات تقريبا بينوا بهالريبورتاج. ما في إلنا إلا نرجع هيك نكون عم نشجع، يعني هون أنه بدنا البرلمان يمضي يوقع على إنه الاستعادة الجنسية إن شاء الله. نعم. عريضة خاصة بالجنسية اللبنانية للبنانيين من أصل أمريكاني أو من أصل لبناني، كل العالم من أصل لبناني. نعم نعم، هيدا هي الورقة اللي يس اي وانت. هلا شو هون الادوكيشن التريبس او التلاميذ السنة الماضية كانوا بينوا هلا. نعمت فريم. نعم، وهون اهم هدف لنا من خلال هيدا انه نشجع العالم انه يتسجلوا بلبنان. يعني انا بحط صوتي بضم صوتي لصوتكم لصوتك مدام ندى سالم ابي سمرة، انت يلي اليوم جيت حكيتينا عن مشروعكم بروجكت روتس اللي هو العوده الى الجذور او شعاع الجذور. رجع تسجل بلبنان، رجع قول نعم لوطني، انا بدي اكون بلبنان، بدي اكون منتمي لاصلي والاورجين تابعولي. شو بتحب تقولي اخر كلمه هيك بحديثنا اليوم حول هالمشروع؟ انت جاي من امريكا، حني هالبروجي بين ايديك، شو بتحب تقولي؟ يعني ابونا انا بحب اتوجه لكل شخص ان كان مسجل ولا مش مسجل، اذا مش مسجل بليز تسجل. عندك اذا انتم بامريكا نحن بنعملكم كل شيء على طبق من ذهب، كل شيء from A to Z، ما بتتكلفوا شيء، وانتم ما حتى ما لكم تروحوا على الأنصلية، بالتعاون مع الأنصلية. بس اهم شيء ابونا انا بتوجه لكل شخص لبناني عنده قرايب برا انه يشجعهم، انه مش بس يشجعوا، انه هيك يحثهم انه يتسجلوا بلبنان. ويعطيهم الويب سايت تبعنا clfw.org، اما الاب على الموبايل. انا بدي اشكر حضور، بدي اشكر حبك للبنان، يلي انت اللي صار لك فتره عايشه خارج لبنان، بس بتقلي لي انه قلبي ومشاعري وكلها هون بلبنان، وبتشجعي اللبنانيه يكونوا عم يتسجلوا ويرجعوا لارضهم ويرجعوا، مش ضروري بس انه يعيشوا بس بلبنان، فين يكونوا مسجلين ويكون عندهم لينك بين لبنان والبلد اللي هن عايشين فيه. انا بدي لك اهلا وسهلا فيكي مدام ندى ابي سمره، بدي اشكر حضورك. وهيك نحن وياكم مشاهدينا بنكون عم نختم حديثنا اليوم ولقائنا ببرنامج ام الكنيسه. ملتقى نحن وياكم اكيد قريبا، والله معكم.